Mosaïk FM Podcast. مرحبا بكم الترجي يرجع اليوم لعبيته مع ماضي ثلاثة للبارك للتمارين استعدادا لمقابلة ترجي زيس واللي تتلعب لنا الأربعة في ملعب رادس مع ماضي ساعتين ونص. ترجي زيس منافس الترجي في لقاءنا الأربعة يوصل غدوة لتونس وين يعمل حصة تدريبية زوز غيابات مؤكدة بسبب الإصابة بالقنطاسي وأيمن منافق بمقابل عودة كوفي وماهر عامر. دراجان المدرب الجديد النادي حمد الف مازال كيف وصل لتونس وغدوة يباشر التمارين وهذا تأكيد من عنده. السلام عليكم l'accueil des dirigeants d'Amamlif. Comme toujours, ils ont toujours été là, même dans ma période la plus difficile que j'ai vécue il y a deux mois et demi de ça. Je suis donc là dans la phase où je vais essayer de m'installer, de trouver un hébergement. Prêt à prendre contact avec mon groupe demain. Inch'Allah. Mmh. Est-ce que vous avez une idée déjà sur le groupe qui est en train de jouer, les joueurs qui sont présents? Alors, ce que je peux dire, c'est que de par mon dernier passage sur l'équipe qui a joué hier, il n'y avait pas un seul joueur quand j'étais entraîneur. Donc, mais si, il y en avait certains, mais qui étaient sur le banc. Donc, ça m'a fait drôle. Mais bon, j'ai entreaperçu des séquences de matchs hier, donc, parce que j'étais en France. Et donc, j'ai essayé de capter un peu les programmes de la télévision tunisienne. J'ai surtout aussi observé le match entre l'Étoile et Sfax par rapport à notre prochain adversaire. Donc bon, je me suis projeté un peu dans ce nouveau challenge qui est très important, bien sûr, pour les Amamnifois et pour le coach. جلسة العمل التقييمية القوافل جلسة تنعقد العشية مع الأربعاء. البارح في ملعب 15 اكتوبر ببنزارة الأمن تفطن تواجد مجموعة من الأحباء دون 20 عام متخبين في مكان في ما في الملعب. تفاصيل أكثر اللي صار البارح يجي من عند مراسلنا في بنزارة مراد الليجي. مراد مرحبا بيك. سامي مرحبا بيك. يعني البارح قبل انطلاق مباراة نادي بنزارة لتقبل المرصف عملية يعني تمشيط وتفقد الملعب تم اكتشاف يعني 20 يعني محب سنهم أقل من 20 عام مختبئين في مستودع أسفل مدارج ملعب 15 أكتوبر. هذو مقتلي الأمن حاول يعني يوقفهم ويخرجهم. فيهم يعني شكون استعمل يعني عنف تجاه الأمن حسب مصدر أمني يقولوا كونه معناتها تم استعمال يعني غاز مشل للحركة وهيروين وتم يعني العثور على لافتة عندهم مكتوب عليها لا خوف من الأمن. هذا ما تم إحالتهم اليوم على حاكم التحقيق. أربعة منهم يعني بحالة إيقاف كلهم يعني كلام ذا التهمة يتوجهت لهم من أحداث الهرج والاعتداء على موظف أثناء أداء المهمة متاعه. السيد منير باز رئيس هيئة الأحباء يعني في تعليقه على الحادثة هذه أكد أن المجموعة هذه ما كانتش عندها نية إجرامية هما فقط يعني كلام ذا ما توفر لهمش يعني حق لاب الماء وهذا ويحبوا يشجعوا الفريق متاعهم. هذا اللي خلاهم يعني يدخلوا الملعب بالطريقة هكية يتسلوا قبل المباراة ويتخبئوا الغادي في انتظار يعني معرفت نستفسر عنه الابحاث يا فهمي. مراد كان نحكي على مقابله نهار الاحد لقاليه في كاس الاتحاد العربي ضد الرجاء المغربي. يعني شنو اخبار السيابي؟ بالنسبة لنادي بنزرتي اليوم يعني المجموعة اللي شاركت في مباراة البارح ذات راحة ترجع غدوة تدرب. نادي بنزرتي ماهوش مخصص يعني تربص خاص بالمقابلة هذه. المدرب نور الدين السعدي البارح سمعناه عقب المباراة في تصريح يقول كانوا المقابلة هذه ما يخممش يعني باش يجازف فيها بطريقة كبيرة لأنه تسجيل 5 أهداف ولو أنه شيء مش مستحيل لكن صعيب يعني بالمجموعة المتوفرة حاليا. يقول كانوا باش تتغلب المباراة هذه لمعرفة يعني أكثر اللاعبين الجدد باش يحاولوا يجركم. بالنسبة للمنافس نادي بنزرتي ماهوش في أحسن حالاته. الرجاء البيضاوي صد يعني طالع الترتيب في البطولة الدوري المغاربي يجي ياخذ بطولة نهار 23 نوفمبر. ربما هذه أهم يعني الأخبار المتوفرة حتى أنا فهم. شكرا لك مراد دلاجي مراسلنا في بنزرتي. المنتخب الوطني لأقل من 17 عام باش يلعب مقابلة الإياب ضد بوركينا فاسو نهار السبت 1 ديسمبر في أولمبي سوسا ونذكر أنه اللقاء ذهاب في واغادوغو فبتقدم بوركينا فاسو 2-1. أندريا شيفشينكو رفض عرض تدريب المنتخب الأوكراني.